بسم الله. شوف اليوم عندنا طبعا ضغط المي التغذية بعد ما تم تمديد الشبكة كامل. شوف هنا هذا ماسورة الحار، الحار يتم عزل المواسير الذي يمشي فيها المي الحار، يكون مي الحار المواسير تنعزل، البارد ما تنعزل. تمام. شوف هنا الآن بعد ما تم التمديد والعزل والحماية المواسير يتم تعبئة المواسير واختبار الضغط. طبعا احنا هنا اختبار الضغط على 7 بار. في العادة انه الاختبار الضغط يستمر 24 ساعة، بعدها تسلم للاستشاري وخلاص وتفك الضغط. لكن احنا هنا مع ان المشروع تبعنا كامل التشطيب كله تسليم مفتاح، فيتم ترك الضغط حتى الانتهاء من الفينش، بسبب انه لو حدث عندي اي تخريم او اي تكسير وحدث تسريب للمي يظهر عندي هنا، يقل البار هنا يقل الى 6 او الى 5، فيظهر اني عندي مشكلة. تمام. سلامتكم.